السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيداير الإخوة؟ لاباس عليكم؟ كيفاش شفتوا هذا الفيديو اللي فات؟ وريتكم الزليج، فكرة من ناحية الزليج ديال الأماكن الضيقة. دابا حاليا كاين هنا في المول ديال الزليج، باش نشوفوا الزليج اللي غادي نختار في الأرض، ومن ناحية الفو باركي اللي غادي يكون في البيوت. خليكم معايا باش تشوفوا، ندير واحد الجولة إن شاء الله باش تشوفوا الزليج اللي كاين حاليا، وإن شاء الله يكون الفيديو يعجبكم. تبارك الله عليكم. هذا الموديل هذا اللي تشوفوا ديال على برا ديال الجردة، هذا ديال الحيط، يجي بحال هاد الحجرة هذا، الدخلة ديال البيبان. واخيرا وصلنا للبلاصه اللي فيها الزليج ديال 60 على 60. كتشوفوا هذا الموديل هذا، كاين هذا ديال الارضيه ديال داك التوش اللي وريتكم الزليج ديال كارابلانكا، يجي بحال هذا الشكل. كاين هذا 60 على 60، الحجم ديالو كبير واللازير. كاين هاد الموديل هدا ديال الكريفا مارفيل، كاين لي كيفضلو بالعروق، كاين لي كيفضلو بالعروق. بحال هدا سبب ما فيه لا عروق لا والو، غير هو مط. هاد الكريتي هو مط، وهو داك الكريفا مارفيل مط. هدا سومي مط، يعني ماشي مط عفوان. بالنسبة للباركي، كاين هاد الباركي، غير هو هاد الباركي غليظ، كيحتاج مساحة كبيرة.
بعد الموديلات ديال الحمام يكون مات. هذه نوفيل كوليكسيون او البانوات ديال السليش مات ديال مات. اعتذر للمتتبعين على كاليتي ديال الفيديو، راه كنفيلمينا حاليا بالتليفون. كندير كل المجهودات باش توصلكم فكرة كصوت وصورة. هاد كارا بلانكا ها كيفاش كيطلع. شي كتير تبارك الله كيحير. السلام عليكم ورحمة الله. من بعد داك الجولة اللي ديرنا ديال الزليج، ديال الاختيار ديال الزليج في داك المول، انا غادي نوريكم دابا الزليج اللي اخترت، يعني ديال فو باركي ديال 15/90. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نوريكم يعني كيفاش الطريقه ديال التركاب ديالو، يعني على حساب العبارة البيوت. راه كنت ديرتها في واحد الفيديو السابق، وريتكم الموديلات ديال الباركي. هذا هو الباركي، فو باركي اللي قلت لكم، هذا هو اللي اخترت، يعني 15/90. كيجي الرماج ديالو بحال ديال العود ديال اسبانيا لازير. ها الموديل ديالو، الموديل هذا كما كتلاحظ جوج تيكي ديال، يعني تا ف مفيني، يعني ف شناب ديالو فاش كيكون، فاش كيتبوزا، فاش كيكون في لابوز ديالو متيبقاش يبان ليك داك الملاقيات كتر، يعني كيجي اقل حاجة. ايوا ان شاء الله نتمنى الله انه يعجبكم الاختيار ديالو. تبارك الله عليكم، وان شاء الله مزيد من الفيديوهات. هذا هو اللي كاين، باش غادي نوريكم دابا داك الموديلات ديال السليج، وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وتكونوا درتوا واستفدتوا من هاد الجوله ديال السليج. وما تنساوش الاشتراك في القناه وكنوع من الدعم. تبارك الله عليكم، الله يعاونكم.